هي كيس موجود أسفل الكبد، حجمه تقريبا 50 ملي متر. تقوم بتخزين إفرازات الكبد من الكوليسترول والمادة الصفراوية الناتجة عن تكسير كريات الدم الحمراء، وتقوم بإفراز هذه المادة الصفراوية إلى 12 لهضم المواد الدهنية. أصوات المرارة تكون أكثر في العوامل العائلية أو الوراثية، مثل إذا كان أحد أفراد العائلة مصاب في حصوات المرارة فإن بقية الأفراد يكون نسبة إصابتهم بحصوات المرارة أعلى. النساء لديهم نسبة إصابة في حصوات المرارة أكثر من الرجال. الحمل المتعدد، بعض أنواع حبوب الحمل وبعض أنواع الأدوية مثل الكورتيزون، زيادة الوزن والأكل الدهني أو فقدان الوزن في فترة قصيرة. أعراض المرارة تكون في بعض الأحيان لا يوجد لديها أعراض، وفي بعض الأحيان تكون الألام في أعلى البطن في الجهة اليمنى، قد يرافقها في بعض الأحيان التقيؤ أو الغثيان، كذلك عدم الارتياح بعد الأكل وعسر الهضم والغازات، وقد يحدث ألام مثل الحرارة إذا حدثت المضاعفات. علاج حصوات المرارة هو بالاستئصال المرارة جراحيا عن طريق جراحة المناظير، وفي حال كانت المرارة فيها أعراض، وفي حال عدم وجود أعراض يتم مراقبة المرارة ومراقبة المريض بشكل دوري.